قبل أن ننطلق في موضوعنا، نشكركم أعزائنا المشاهدين على دعمكم اللامشروط، فلنحاول إيصال الفيديو لعشرة آلاف إعجاب كتشجيع لنا على إطلاعكم بكل جديد. يعد الجيش الجزائري أحد أقوى الجيوش في منطقة شمال إفريقيا، ويواصل السعي لتعزيز قدرته الدفاعية والهجومية من خلال تحديث وتوسيع ترسانته العسكرية بناء على التطورات الإقليمية والدولية. تشير التوقعات إلى أن الجزائر قد تتجه لعقد صفقة عسكرية استراتيجية خلال السنوات المقبلة لتعزيز قوتها البحرية والجوية والبرية. وفي هذا الفيديو نستعرض أقوى 10 صفقات عسكرية مرجح أن يعقدها الجيش الجزائري في المستقبل القريب. ولكن قبل أن ننطلق في موضوعنا، لا تنسوا أعزائنا المشاهدين الضغط على زر الإعجاب كتشجيع لنا على إطلاعكم بكل جديد. ومن دون إطالة دعونا نبدأ في الفيديو. أولا، صواريخ فرد صوتية من طراز براهموس 2. تعتبر صواريخ براهموس 2 من الأسلحة الفائقة التطور بفضل سرعتها التي تتجاوز 5 أضعاف سرعة الصوت، مما يجعل احتراضها شبه مستحيل. اهتمام الجزائر بهذه الصواريخ يأتي في إطار تعزيز قدرتها الهجومية بعيدة المدى وتحديث ترسانتها بصواريخ تتماشى مع متطلبات العصر. التعاون مع روسيا والهند في هذا المجال يمكن أن يمنح الجزائر ميزة استراتيجية كبيرة على مستوى التوازن العسكري الإقليمي. ثانيا، المقاتلة المتعددة المهام من طراز G10. تسعى الجزائر لاستبدال أسطولها القديم من طائرات الميج 29، وتعد المقاتلة الصينية G10 خيارا مرجحا لهذا التحديث. تتميز هذه الطائرة بقدرتها على تنفيذ المهام المتعددة سواء في الجو أو ضد الأهداف الأرضية، فضلا عن قدرتها على حمل أسلحة متطورة. اختيار الجزائر لهذه المقاتلة يعكس توجها لتنويع مزار التسليح وتقليل الاعتماد على المقاتلات الروسية التقليدية. ثالثا، مقاتلة الجيل الخامس الشبحية من طراز G20. تشير التقارير إلى أن الجزائر تدرس جديا اقتناء المقاتلة الصينية من طراز G20 بدلا من المقاتلة الروسية SU-57، وذلك بسبب التحديات الإنتاجية التي تواجه روسيا نتيجة حربها في أوكرانيا. توفر G20 ميزة شبحية وصعوبة كشفها من قبل الرادارات العدو، مما يمنح الجزائر تفوقا جويا نوعيا يمكن أن يغير موازين القوى الإقليمية في المنطقة. رابعا، طائرة التدريب من نوع L39NG. يعتبر الاستثمار في طائرة التدريب خطوة مهمة لأي جيش يسعى لتأهيل طياره بكفاءة عالية. يتوقع أن تعزز الجزائر أسطولها التدريبي عبر اقتناء طائرات L39NG، والتي تتميز بقدرتها التدريبية المتقدمة وملائمتها للتدريب الطيارين على المقاتلات الحديثة. هذه الخطوة ستسهم في تحسين الجاهزية القتالية لسلاح الجو الجزائري بشكل كبير. خامسا، أنظمة الدفاع عن الساحل من طراز UG-12B الإضافية. إذا نظرا للنقص الكبير في أنظمة الدفاع الساحلي لدى البحرية الجزائرية، تتوقع مصادر أن تسعى الجزائر لتعزيز دفاعاتها الساحلية عبر اقتناء المزيد من أنظمة UG-12B. هذا النظام قادر على توفير حماية شاملة للموانئ والمنشآت الساحلية ضد أي تهديدات بحرية معادية، ما يضمن تفوق الجزائر في الدفاع عن سواحلها الاستراتيجية المطلة على البحر الأبيض المتوسط. عزيزي المشاهد، لقد وصلنا إلى نصف الفيديو. إذا رأيت الفيديو مفيدا لا تنسى ترك الإعجاب واعطينا رأيك في التعليقات حول الموضوع لنستفيد من بعضنا البعض وبدون إطالة فنواصل قائمتنا. سادسا، بناء مصانع للطائرة بدون طيار انتحارية بالتعاون مع إيران. تشير التوقعات إلى أن الجزائر قد تسعى لإنشاء مصانع مشتركة مع إيران لإنتاج طائرات بدون طيار انتحارية. هذا التوجه يأتي في إطار التنويع قدرتها القتالية وتعزيز سلاحها الجوي بأدوات هجومية غير تقليدية، ما يتيح لها خيارات أوسع في التعامل مع التهديدات. الطائرات الانتحارية تمثل تطورا نوعيا في استراتيجية الحرب الحديثة. سابعا، حاملة مروحية إضافية من طراز سان جورجو كلاس. تمتلك الجزائر حاملة مروحية من هذا الطراز، ومن المحتمل أن تتجه إلى تعزيز أسطولها البحري عبر اقتناء حاملة إضافية. توفر هذه الحاملة القدرة على نقل القوات وتنفيذ عملية الإنزال البحري في المناطق الساحلية، ما يعزز من القدرة القتالية والانتشار السريع للقوات الجزائرية في البحر الأبيض المتوسط. ثامنا، فرقاطتين إضافيتين من طراز ميكو A200. يعتبر الطراز ميكو A200 من الفرقاطات الحديثة القادرة على تنفيذ مهام متعددة بدءا من حماية السواحل وحتى تنفيذ مهام في أعالي البحار.
وتوقع أن تعزز الجزائر أسطولها البحرية عبر اقتناء فرقاطتين إضافيتين من هذا الطراز، مما يمنحها قدرة أكبر على حماية حدودها البحرية وتأمين مصالحها الاقتصادية في البحر الأبيض المتوسط. تاسعاً، فرقاطتان من طراز تايب 054A. تعد الفرقاطة الصينية تايب 054A خياراً متميزاً للجزائر لتعزيز قوتها البحرية. تتميز هذه الفرقاطة بتقنيتها الحديثة في الدفاع الجوي والصواريخ المضادة للسفن، مما يجعلها إضافة مهمة في مواجهة التحديات البحرية المحتملة. اقتناء الجزائر لهذا النوع من الفرقاطات يعكس توجهها نحو توطيد علاقتها الدفاعية مع الصين. 10. غواصتان إضافيتان من طراز الثقب الأسود. الغواصتان الروسيتان من طراز الثقب الأسود تشتهر بقدرتها على العمل بصمت شديد، مما يجعل اكتشافها بالغ صعوبة. تمتلك الجزائر حاليا عدة غواصات من هذا النوع، ومن المحتمل أن تسعى لتعزيز هذا الأسطول عبر اقتناء غواصة إضافيتين. هذا الاستثمار سيعزز من قدرة الجزائر على مراقبة أعماق البحر وتأمين سواحلها من أي تهديدات بحرية محتملة. تسعى الجزائر من خلال هذه الصفقات العسكرية المحتملة إلى تعزيز قدرتها الدفاعية والهجومية، بما يتماشى مع التحديات المتغيرات الإقليمية والدولية. تنويع مصادر التسليح والاعتماد على التقنيات الحديثة سيمنح الجزائر تفوقا نوعيا في المنطقة، مما يعزز من مكانتها كقوة إقليمية مهمة. تبرز هذه الصفقات المحتملة رؤية الجزائر الاستراتيجية لبناء جيش حديث قادر على مواجهة التحديات المستقبلية وحماية مصالحها الوطنية. أعزائي المشاهدين، لقد وصلنا إلى نهاية المقطع. إذا أعجبكم محتوى الفيديو وتريدون فيديوهات مماثلة، اضغطوا على أحد الصور التي تظهر لكم في الشاشة. وكالعادة نلتقي في فيديو آخر بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.